أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أحدثت تصريحات الرئيس محمود عباس للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي ردود فعل واسعة في الشارع الفلسطيني، واستنكرتها أغلب الفصائل الفلسطينية واعتبرتها تفريطا في حق العودة المستمد من القانون الدولي المعترف به عالميا. الناطق بلسان الرئاسة الفلسطينية نبيل أورديني أكد أن موقف القيادة الفلسطينية ثابت، وهو أن حق العودة واللاجئين ومن الملفات النهائية العالقة في المفاوضات مع الإسرائيليين. بدوره القيادي في حركة حماس محمود الزهار قال إن تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن انتفاضة فلسطينية وحق العودة في مثل هذا التوقيت تحمل دلالات خطيرة. ومن جانبها اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تصريحات الرئيس محمود عباس للقناة الثانية الإسرائيلية تنافي قرارات منظمة التحرير الفلسطينية التي تؤكد على حق العودة والدولة وتقرير المصير. اللاجئون في مخيم الجلزون قرب رام الله وفي مقابلات خاصة مع وطن أكدوا التمسك بحق العودة ورفضهم أي حلول تحول دون العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قصرا عام 48. كما طالب اللاجئون بضرورة العمل على تحسين ظروفهم المعيشية، لا سيما في ظل ما يمرون به من أزمة اقتصادية وظروف إنسانية صعبة. في موضوع آخر، أعلنت وزيرة خارجية الاحتلال السابقة تسيفي ليفني في مقابلة لها مع صحيفة التايمز أنها ليست ضد ممارسة الجنس في سبيل الحصول على معلومات تفيد دولتها. كما كشفت تسيفي ليفني حسب يدعوت أحرانوت التي أعادت نشر المقابلة عن جوانب كثيرة تتعلق بعملها سابقا في جهاز الاستخبارات الموساد، حيث تفاخرت ليفني بتنفيذ عمليات خاصة كإسقاط شخصيات هامة عن طريق إيقاعهم في عمليات جنسية من ثم ابتزازهم لتقديم تنازلات سياسية تصب لصالح الموساد. أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن نيته زيارة قطاع غزة قريبا وفقا لما نشرته صحيفة زمان التركية. وتأتي هذه الزيارة المتوقعة لرئيس الوزراء التركي بعد الزيارة التي قام بها أمير قطر مؤخرا لقطاع غزة والتي ساهمت في دعم حركة حماس وحكومة هنية. كما كشفت الصحيفة أن أردوغان سيوجه دعوة للرئيس محمود عباس كي يرافقه في زيارته لقطاع غزة. ونختم الموجز بهذا الخبر. اقتطع أجزاء من الجدار العنصري، طحنها وصنع منها أشكالا فنية مختلفة، منها كرة قدم، عمل فني للفنان خالد جرار، وخمس دقائق عن بيتي، فيلم إبداعي لحكايات عن مطار القدس للمخرجة الفلسطينية ناهد عواد. أبرز ما جاء في افتتاح أكبر تظاهرة للفنون المعاصرة في فلسطين، مهرجان قلنديا الدولي، وذلك في بلدة قلنديا قضاء القدس المحتلة وسط حضور رسمي وشعبي لافت. إلى هنا نصل إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.